عكس سير المباراة، المقاولون العرب يتقدم على الأهلي بهدفين، أحدهما عكسي من أيمن أشرف والآخر لسيف الجزيري من خطأ لعلي لطفي. هنروح لفاصل ونرجع نتكلم على أحداث الشوط الأول مع نجومنا الكبار، أرجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن شريف، هدفين عكس سير اللعبة تماما. طبعا في استحواذ النادي الاهلي اكثر، ولكن الملعب مفتوح يا كابتن ايمن، استغلال الهدفين المولين العرب وملعب مفتوح، في عدم تمركز من العمق الدفاعي بتاعنا، بيستلموا في منطقه الجزاء بتاعتنا بسهوله جدا، الوصول على الاطراف، واحنا بنقف نتفرج على نتيجه الباص هيبقى شكله ازاي، الامدادات شكلها ازاي، ومن غير ضغط من غير اي حاجه. خط وسط ملعب النادي الاهلي الدفاعي اصلا مشتت بين الهجوم وبين الرجوع بسرعه عشان يغطي اي كونتر اتاك لنادي المقاولين العرب. يعني في حاله اللعيبه هي اللي عاملاها، يعني حاله من الفراغ بين الخطوط كمان اللعيبه هي اللي عاملاها، اللعيبه بتفكر على العرضيات بس. البواليا طبعا في كوره البواليا في خط، لازم يبقى في اتزان في الوقوف حتى وانت بتستنى اي فولو بالشكل ده. فاعتقد ان الملعب مفتوح، يعني اللي يجيب هدفين هنا يقدر الفرقه الثانيه تجيب هدفين، ولكن لازم حل الثغرات اللي هي موجوده في الفريق اصلا. يعني باذن الله ان شاء الله. كابتن علاء، تقييم سريع للشوط الاول، وايه اللي ممكن يعمله موسيماني الشوط الثاني للرجوع الى المباراه؟ الشوط الاول مفتوح لكل الاحتمالات، جات لك فرص ما استغلتهاش، هم جات لهم فرص استغلوها، وفرص يعني الهدف الاول خابط في رجل ايمن اشرف هدف، والهدف الثاني نوعا ما يصر عليه علي ان علي كان متاخر شويه في الطلوع. دايما كنا بنتكلم ايام بنقول الكور دي لازم يبقى حارس المرمى قدام شويه متابع اللعب، زي ما كنا الاستوديو اللي فات كنا بنتكلم على الشناوي ودايما ورا اللعبه، يمكن علي بعذره يمكن بعيد شويه، لكن مش هديله المسؤوليه كلها، لان الكره من الاول فيها كم نقله في نص الملعب لحد الاستلام لحد باسم، الناس دي كلها مش مراقبه. المقاولين بيفقد الكره بيسيب لك نص الملعب ويسيب لك الجزيره وبيرجع، ومش بيعمل الكثافه اللي كان عاملها البنك الاهلي، بيرجع لكن في مساحات موجوده، لكن هو بيعمل الحاجه اللي اتكلمنا عليها كلها في الاستوديو واستغلها صح. بالكور المرتده وبيعملها كويس، والسرعات بيعتمد عليها، وبيقدر بيلاقي ما بتسيب له يا ايمن مساحات بيقدر يستغلها كويس. يعني هو لعيبه المقاولين اما بتضغط عليها بتقطع الكره الثانيه على طول، يعني جه في وقت عليك في الشوط الاول انت الكره والثانيه بتاعتك انت ومستحوذ كويس قوي، لما بتسيب ثغرات ان هو يستلم لمسه والثانيه انت بتتعاقب، والعقاب العقاب شديد جدا. عارف هدفين ما فهمش مهاره من لعيبه المقاولين، بس عشان نتكلم يعني نتكلم كره صح. الباص الثاني حلو قوي، لكن الطبيعي ان حارس المرمى يطلع يمسك الكوره، والثانيه جت في رجل ايمن مش يعني ما حسبش عليها علي لطفي، لكن عقاب صعب شويه، يمكن عشان ترجع عندك 45 دقيقه ثاني سهل جدا تجيب اثنين وثلاثه، لكن لازم تركز كويس قوي انك ازاي تستخدم مساحات كويس قوي، واستخدم ازاي تجيب جول، لازم جول بسرعه، ويمكن من وجهه نظر لازم محمد شريف يكون له دور في الشوط الثاني على طول. كابتن اسامه، اداء الاهلي في الشوط الاول يمكن ابتدينا بضغط جامد ووصلنا للجون وضيعنا اهداف، ولكن من هجمتين مرتدتين نادي المقاولين قدر يحرز هدفين. بص ايمن، احنا يمكن اتكلمنا قبل الماتش وانا قلت لك كلمه ان احنا لازم نستغل الفرص اللي تجيلنا، بس لازم ايمن اشرف وياسر ابراهيم ياخدوا بالهم في سرعات سيف الجزيري ومحمد حمدي زكي والناس اللي قدام، لان هم بيدافعوا بيعتمدوا على واحده طويله جت ما جاتش. فده بالظبط اللي حصل، انت الفرص اللي بتجيلك بتهدرها بكل سهوله. في واحده علي معلول في اول دقيقتين لو شالها بس من فوق الحارس جون ماشي، ممكن تضيع دي يعني تصرف، لكن في واحده لبواليا، في واحده ايوه، في صربعه، في استعجال. خلي بالك انت مفتقد القياده في نص الملعب، ديانج وحمدي فتحي اللي هم الوسط الارتكاز بيعملوا حاجه غريبه جدا، وبالذات ديانج النهارده سايب قلب الملعب خالص وقاعد يتطرف على اليمين والشمال وكأنه بيلعب جناح او بيلعب قدام، ففاتح نص الملعب، فمش ملعب ما بتسيطرش على الكوره تاني بسرعه. يعني يعني مش مقفوله اللي الكابتن شريف اتكلم عليها، بتروح منك الحته دي، بتروح منك انت مش معنى ان انت عايز تكسب ان يبقى الناس تخرج من ادوارها ويبقى في استعجال قوي. الاستعجال قوي ده بيقلب لصربعه، انت ما بتضيع الفرص اللي بتجيلك، وكمان صحيح. بتخطا اخطاء بسيطه ورا تافه. طبعا يعني كابتن علاء حلل الجونين تمام، الاولى فيها توفيق غير طبيعي، كره متشطه ضعيفه،
وعلي لطفي كان رايح لها خبطت في ركبه ايمن اشرف وحولت ماشي. الثانيه طبعا يعني برده بنعذر علي لطفي اتاخر فيها شويه، لكن علي لطفي جون جيد وان شاء الله الشوط الثاني يقدروا يعوضوا. ويعني بس النقطه المهمه ان يفكروا في جون واحد الاول، جون واحد بس باذن الله. كابتن عادل النادي الاهلي يعمل ايه سريعا عشان يرجع للمباراه الشوط الثاني سريعا؟ يعني انا 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 شايف انه النادي الاهلي اضاع الاهداف الاولانيه قلنا، وانا يمكن قلت لك كابتن ايمن الماتشات دي اصعب ماتشات قبل بطوله كبيره، اللعيبه بتبقى طول الوقت بتبقى خايفه علشان تتصاب وعشان البطولات والحاجات عشان بطوله كاس العالم، اللعيبه لازم يتشد عليها شويه. طب الشوط الثاني يعمل ايه مستر موسيماني؟ يعني اول حاجه لازم يبقى فيه تغييرات مهمه، لازم يلعب بدفندر واحد ويلعب كمان او ممكن يطلع واحد من الدفاع ويلعب محمد شرف شريف ثلاثة فلات، يلعب ثلاثة فلات ولازم يزود واحد زي محمد شريف يبقى هو بس ما يشيلش واحد من اللي قدام، يشيل حد من اللي ورا ويلعب بثلاثة فلات. والمقاولين هيلعب بنفس اسلوب اللعب، المقاولين هيفضل زي اسلوبه ولكن هيلعب اللعب الطويل لان ده عماد النحاس اصلا بيلعب لعب طويل، فلما يكون متقدم هدفين فيستغل ان هو عاوز يلعب الالعاب الطويلة من بره من الطرفين بالذات، واحتمال ينزل ادواردوستوزا اكيد احتمال هينزله علشان يبقى عنده زياد الجزيري وعنده كمان استروزا يقدروا عندهم سرعات كويسه قوي. وانا اقول لك يمكن اكتر لعيب هيبقى هيستفاد منه الشوط الثاني هو مجلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني ان شاء الله. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه الشوط الثاني، ارجوكم انتظرونا.